وجاء رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة لموسم الحج هذا العام بما يضمن أداء المناسك بسهولة ويسر. جاء ذلك خلال ترأس إسماعيل اجتماع اللجنة العليا للحج لمتابعة آخر الاستعدادات النهائية لموسم الحج هذا العام. وتناول الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية بما يضمن توفير جميع الخدمات لحجاج بيت الله هذا العام، خاصة الأمور المتعلقة بتسكين والانتقالات وأداء المناسك والخدمات الصحية وغيرها.